بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمريكان عارفين أن ملف تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي مكتمل وكل الشروط كاملة، بل أن الغرب قبل اليونان في الاتحاد الأوروبي برغم أن هي ما كانش عندها قدرة مالية، وألمانيا ساعدتها كذا مساعدة لحد ما قدرت أن هي تحقق الشروط ديت، وادتها يمكن 50 مليار دولار عشان تقدر تحقق الموضوع ده، وحصل فساد وكذا، لكن برضو بيساعدوا وفضلوا يساعدوا اليونان لحد ما دخلت الاتحاد الأوروبي. بينما تركيا اللي هي بمجهودها بعد ما وصلت إلى كل المراحل وكل النقاط، يعملوا إزاي؟ قدامهم ثلاث حلول: يا إما يرفضوا الملف، ولو رفضوا الملف هيبقى الملف مرفوض على غير سبب وبالتالي الثقة فيهم تنكسر، يا إما إن هم يقبلوا الملف، ولو قبلوا الملف دي كارثة، لأن في الحالة دي تركيا هيبقى من حقها إن هي تعمل مؤسسات تجارية ومؤسسات إعلامية في الاتحاد الأوروبي، ودي كارثة. طب هم لا عايزين دي ولا عايزين دي، طيب الحل عندهم إزاي؟ الحل عندهم إن هم يحطوا الملف في الدرج، لا يقبلوا الملف ولا يرفضوا الملف، وينتظروا بقى المصائب والأيام اللي جاية. لو لقيوا فيها فرصة يرفضوا الملف ماشي يرفضوه، لو ما لقيوش فرصة يرفضوا الملف، يفضل الملف في الدرج وما ياخدوش قرار قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي أبدا. والسلام عليكم.